خاص يحسم على المهاجم. وعطي رافكم السيد الوزير اليوم. للاسف انا بعدا بردتي يا قلبي، انت هضرتي حسن منا كاملين السيد الوزير في واحد النقطه اليوم. قلتي بان ملي درتي صفقه تفاوضيه في 150 مليار، لان 36 مليار ديال لي رياكتيف ما نقدروش نقارنوهم بالاثمنه لانهم انتم جديد، في 150 مليار لقيتي النقص حتى 20%، هذا اعتراف مسجل في اللجنه. وإلا طلينا على الميزانيه ديالك عندك 440 مليار سنتيم في الام دي دي، على 1 مليار في لي سيغما، على 1 مليار في لاكاس ديال مليار وشي حاجه في لاكاس ديال لا فارماسي سونترال، يعني 6 مليار. إلا ضربنا ديك 20% اللي تكلمتي عليها لقيتها كتزاد، هي 120 مليار ديال السنتيم السيد الوزير. هذا باعتراف. ها 120 مليار باعتراف الوزير، شكون داها 120 مليار؟ سمعوا الغالبسه. يعني الصفقات قلب على هاد 120 مليار فين كانت كتمشي؟ كيتخيطوا الصفقات ويتقادوا. سمعتوا اخوتي المغاربه في وسط البرلمان، دابا ها البرلمان ها الوزير السلطه التنفيذيه ها ممثل الامه ها الملايير، وسير المعطيم ونجيب قطع له ما يبقاش يخدم. شوف الصفقه التفاوضيه غير تخاصموا عليها هذوك هما اللي الشيء، وشي كيشحن هنا وشي كيشحن هنا، الحمد لله ملي تخاصموا فتحوا هذا الشيء. السيد الوزير ما غنحملكش، انا كنقول لك كلامي نوجه لبعض الناس عندك في الوزاره. هذه الفلوس اللي كتحلب من الميزانيه العامه اللي كدوز من تمشي للوزارات الماليه والدور وكتحلب. صفقه رقم 13/2020 باش تشريو الدواء. كاين الدواء اللي داير ليه بري استيماتيف السيد الوزير. عفاكم عفاكم ركزوا مع هذه القنبله، الدواء ب 4 دراهم وكيبيعوا له ب 100 درهم، والوزاره ب 4 دراهم. اسمعوا اخوتي المغاربه اسمعوا، باش تعرفوا حتى هذا المهاجري علاش ماشي ديك الخرجه اللي دار اخلوش، هو راه كيخلص شي حاجه قديمه. سمعوا 4.80 درهم. واللجنه اللي حداها اخرى لهذا الجيه مديريه الصيدله والاوبئه عطيه البي بي ام البري فونت بوبليك بين 90 و 100 درهم 2000%. دابا شنو نقول في هذا الشيء؟ انا ما كنحير، انا والله حتى كنحير. دابا ملي كنسمع هذا الشيء اخوتي المغاربه قولوا لي دابا كيفاش دابا ب 4 درهم في الوزاره وتعطي لعباد الله 100 و يعني 90 درهم و 100 درهم، كيفاش زعما؟ علاش هذا الفساد بهذه الطريقه؟ علاش اخوتي المغاربه؟ وشوفوا وشوفوا هذا الشيء ماشي غير شوفوا عزيز غالي، ها اسمع اسمع. دواء اخر ني ديال الكونسير واحد سوليسيون بودوكسير هاد الكونسير شحال؟ كان تيدير 6196 درهم، هبط دابا ولا كيدير 4647 درهم. مزيان حيد 2000 درهم 4000 ايضا عندك 4647 درهم. في بنغلاديش وفي الهند وفي جنوب افريقيا كيدير 370 درهم. صافي عاقول اخوتي المغاربه تشد راسك ولا ما تشدوش. سمعوا سمعوا اخوتي المغاربه سمعوا، راه كاين دواء مثلا الكابو ميكسيتيكس 200 ميلي غرام بالضبط كيدير 53391 درهم هنا في المغرب. في المغرب 53000 5 المليون و 60000 ريال. وشحال كيدير بلاصه اخرى؟ في الهند كيدير 800 درهم 5 المليون كيدير الدواء، وفي الهند كيدير 16300 درهم. قولوا اخوتي المغاربه قولوا 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 شوفوا شوفوا هذه عاوتاني 45 مليار درهم اللي غيربح المغرب. لا دولي يربح الا درنا شنو؟ الا درنا الادويه الجانسه ديال لي ميديكامون دو الكونسير. وكاين هذه الامكانيه؟ طبعا كاينه. لان تنقول لك دواء كيدير 5 المليون كتبيعو ب 800 درهم، شحال كتربح فيه الدوله؟ شحال كتولي ربح؟ على سماش؟ ما بين 5 المليون و 800 درهم. راه كتربح تقريبا 47000 درهم ولا 43000 درهم اللي كتربح الدوله اللي طبعا اللي كتربح الصناعه الدوائيه في المغرب. وقيس على ذلك الدواء كاملين ديال الادويه ديال الكونسير. ولكن ما عندناش هذه الاراده السياسيه. شوفوا اخوتي المغاربه الدوله كتفوت على خزينتها 5. بعدا نشوفوا ديد عزيز ونرجع لهذا النقطه اللي هو طرسيفا الدواء ديال الكونسير. الثمن ديالو قبل كان تيدير السرطان هذا الثمن ديالو كان تيدير 17885 درهم، هبطوا ليه الثمن شحال ولا؟ دابا ولا ب 9450 درهم. ايوا مزيان زيد نفس الدواء شحال كيدير في الهند؟ هذا شحال كيدير في الهند؟ كيدير